أخذنا من كل أول 20 أشد فقرا في كل المحافظات من الموصل إلى البصرة بدينا بها. مثلا بغداد منو أول قضاء؟ أول قضاء طلع بهم 79% الكحلاء في ميسان، 79% فقرها. فقرها الثاني الثانية بعدها طبعا بالمثنى أكيد. عندنا في بغداد طلعت أبو غريب والمحمودية، وعندنا الحسينية هي العظمية لكن ناحية الحسينية، ناحية الحسينية أي أصلاً. احنا نعرف ايه العظمية، انت مو مركز العظمية. فاني هذا عندي متقدمين، هذا اللي اقول لك عليه بالمليون و700، عندي متقدمين من مركز العظمية هذا من حروح ازوره. طبعا ما اعطي الأولوية، اللي حط الأولوية اللي بالحسينية اللي هو قاعد في هيكل، في يعني اي مستلزمات حياة ما عنده. يعني نوعية البناء تفرق وياكم، ما موجود داخل هذا البناء من آثاث إلى آخره تفرق وياكم. عندنا هذه الاستمارة، يمكن حتى البلازما أو السجادة أو المدفئة تفرق وياكم إلى حد ما. هي ما إلها فد وزن كلش، يعني ما أريد نقول إلها وزن، يعني دائما يطلعون يقولون قطعة وراتبي لأن عندي تلفزيون عندي ثلاثة، لا هو مو حقيقي. وأني ناقشتها وياكم سنوات سابقة، يعني ما معقول السب هذا الجو والتغيير المناخي إنه واحد ما عنده سبلت أو ما عنده زين. بس هي أكو تزيد عن حدا في بعض المنازل، يعني إذا أنت عندك استخدام أكثر للكهرباء، عندك أمبيرية أكثر تسحب محتاج، إذا عندك أنت فد مصرف مورد مالي، عندك تصرف أنت، أكو فد فجوة أنت ما بلغت عنها وين بينما تدخل بيت ثاني حتى مروحة ما بي.